مساء الخير ومساء البهجة والسعادة. الحقيقة ظل الجرح الفلسطيني نازفا، وفي محاولة لتطبيب هذا الجرح دائما وأبدا نلتقي مع مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين. أهلا بك دكتور. أهلا بك، حياك الله. سيادتك، الفترة ما بين لقائنا الأول منذ شهور وهذا اللقاء تزايدت فيها الاعتداءات والانتهاكات والاقتراقات والاجتياحات الإسرائيلية. نعم. وتحت حماية الاحتلال يتم انتهاك المقدسات وتدنيس المقدسات تحت مزاعم وأعياد هم سموها بهذه الأشكال، آخرها عيد العرش كما يقولون. كيف ترى هذه الظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في شك، الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله كامل للأرض الفلسطينية في عام 1967 وهو يسير على خطوات مع الوقت. يعني قضية سرقة الأرض ونهب مقدرات الشعب الفلسطيني وهذه الملاحقات للشعب الفلسطيني، الاغتيالات، القتل بدم بارد، الاعتقالات، يعني اعتقالات إدارية. الإداري، ما هو الإداري؟ المسجون الإداري هو الذي لا توجه له تهمة ولكن يعامل بموجب أحكام بائدة منذ عهد الانتداب البريطاني، اسمه موقوف إداري، يعني لا تهمة عليه ولا يقدم للمحكمة، وبالتالي يخضع لمزاج السلطات الأمنية الإسرائيلية. بالتأكيد يعني خاصة بالفترة الأخيرة، يعني هناك تطور وتطور عنيف جدا بكل ما يقوم به أو تقوم به السلطات الإسرائيلية، سواء في الجهة الرسمية أو في جهة المستعمرين والمستوطنين الذين يجتاحون الأرض الفلسطينية، يتابعون المواطن الفلسطيني في قوته اليومي، يقطعون الزيتون، والزيتون كما تعلم في فلسطين يعني هو عماد الحياة. عماد الحياة، نعم هناك. وكذلك شجرة الزيتون ترمز لتجذر هذا الشعب في أرضه وتجذر هذا الفلسطيني وتمسك، وكأنها شجرة خلقت للفلسطيني. تماما، كأنها خلقت وشجرة فلسطينية وهي شجرة فلسطينية تماما. وبالتالي تقطع هذه الشجرة، يعتدى عليها، تجرف أرض هذه رمزية الشجرة، شديدة رمزية الخطورة. الزيتونة، يعني أنت حينما تقول الزيتون الفلسطيني كأنك تقول العلم الفلسطيني. أيوة. هي رمز من رموز فلسطين، من رموز الوجود والسيادة في والتجذر في الأرض الفلسطينية. وبالتالي يقوم هذا الاحتلال بالذات بقطع هذه الأشجار، بحرق هذه الأشجار، بتجريف هذه الأشجار، يجرف الحقول التي يحاول المزارع الفلسطيني أن يستثمرها، لأنه يجرف الأرض، في زراعة يجرف الزيتون، هو يجرف البشر أيضا. نعم بالضبط، وهو يقتل البشر بدم بارد، وأنتم تتابعون الأحداث في فلسطين، لا يكاد يخلو يوم من شهيد أو أكثر. لا، الوتيرة متسارعة والقسوة زائدة ومتعالية ومتعاظمة. يعني نحن نكاد نودع يوميا شهيد أو اثنين أو أكثر من الشهداء الذين يقتلون بدم بارد ويقتلون بعمدية من جنود الاحتلال. هذا من جانب. من جانب آخر، قضية استغلال المناسبات الدينية لانتهاك حرمة المسجد الأقصى وقدسية المسجد الأقصى. ما علاقة المسجد الأقصى بأعياد اليهود؟ لا علاقة إطلاقا للمسجد الأقصى بأعيادهم، ثم لا علاقة لليهود إطلاقا بالمسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى هو مسجد إسلامي للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم في أحد. وبالتالي هو عمق الاستهداف المسجد الأقصى، هو عمق الاستهداف، لأنه هو محور ما يحاول يعني إيقاعه وما يحاول تغيير الوضع القائم في القدس بإلغاء دور هذه المقدسات ورمزية هذه المقدسات في عقيدة أصحابها المسلمين ورمزية هذه المقدسات في التاريخ والحضارة.